Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دع الديبو. Let's begin. Unit 15 Revision 3 Exercise 1 و Exercise 3 هي أنشطة صوتية صفية نتبع فيها إرشادات المدرس. و Exercise 3 ask and answer. هون عندي محادثة. What's he doing? He's cleaning the car. بعيد محادثة محادثة مرة وتنتين وثلاثة. What's he doing? What's he doing? What's he doing? He's cleaning the car. He's cleaning the car. He's cleaning the car. He's cleaning the car. Okay. بدي ضل عيد وكرر لحتى احفظها للجملة والسؤال. هيك بكون انا عملت محادثة. طبعا لازم هون بما انه في سؤال وجواب اكيد في حدا عم يسأل وفي حدا عم بيجاوب. Exercise 4 look and circle. هون بدي اطلع وبدي ضع دائرة على الجواب الصح. When is he playing football? Look at the picture. طلعوا لي على هي الصورة. Is he playing football? هل هو يلعب كرة القدم؟ Yes he is or no he isn't. إذا إيه بنقول yes he is، إذا لا بنقول no he isn't. To is she drinking juice؟ هل هي تشرب العصير؟ إذا إيه بنقول yes she is، إذا no no she isn't. طبعا انتبهتوا، إذا للمذكر بنقول هي وإذا للمؤنث بنقول شي. 3 عم بقول are they watering the flowers؟ إنه هل هن عم بيسقوا الأزهار؟ طلعوا على الصورة. Oh, look at the picture. Yes they are or no they aren't. إذا انتبهوا في عندي هون زي لأنه عندي جمع. أوكي. Exercise 5 circle the correct letter. هون بدي يقوم بوضع دائرة على الحرف الصحيح. طبعا انتبهوا على هي. What is this؟ أول شكل عندي على اليسار. What is this؟ ما هذا؟ فينا نرجع على الدروس اللي قبل بنعرفهم. ثاني شكل كمان What is this؟ كمان كلهم سهلين. طبعا الأحرف موجودين تحت بس نحن بنحط الحرف الصحيح بالفراغ. Exercise 6 look read and circle. هون كمان بدي اقرا بدي اطلع بدي اقرا وبدي ضع دائره. مثل ما نكون شايفين اول شكل شو عندي؟ عندي كتن ولا عندي بوني؟ ثاني شكل شو عندي؟ كتن ولا داغلينج؟ بعدين عندي تشيك ولا بابي؟ بعدين تشيك ولا بوني؟ هلا exercise 7 make a baby animal and say what it can do. هلا عندي بروجاك مثل ما تكونوا شايفين بدي ارسم صغير حيوان وبدي اقول ماذا يستطيع هذا الصغير ان يفعل. عم بيقول a pony can. طبعا هو راسم صغير الارنب وعم بيقول انه البوني يستطيع ان ماذا. بدنا نحط اوكي. Welcome to the activity book unit 15 revision 3 exercise 1 read and write. هون بدي اقرا وبدي اكتب. عندي swimming، عندي cherries، كرز، بيرز، جاز، فيشينج، كل هذا swimming وفيشينج. swimming سباحة وفيشينج صياد السمك، building البناء، عندي بنابلز اللي هو الأناناس. طيب هلا في عندي أنا في عندي بدي صنفهم food طعام وactivities نشاطات. تفضلوا صنفوهم. exercise 2 read then take or cross. هون كمان بدي أقوم بالقراءة ووضع إشارة صح وإشارة خطأ. What's in the fridge؟ ماذا في البراد؟ 1. There is some juice. هناك بعض العصير. شوفوا في عصير. إذا في حطوا A. تيك يعني. وإذا لا حطوا كروس. 2. عندي there are some cherries. هناك بعض الكرنز. 3. I can see one pineapple. أنا فيني شوف أناناساي وحدة. 4. I can see some eggs. أستطيع أن أرى بعض البيض. Exercise 3 هذا نشاط صوتي صفي. Exercise 4 read and write. هون بدي اكتب واقرأ. أول شيء اقرأ وبعدين اكتب. عندي his يعني he is they are أو there she is أو she's. إذا بنت بنحط لها she is، إذا صبي لحاله بنحط له he is، إذا عندي جمع بنحط they are. سهلين وما بدهم شيء. أوكي. Exercise 5 read circle and write. كمان هون بدي اقرأ وبدي حط دائرة وبدي اكتب. بدي ارجع اكتبهم يعني بحط دائرة وبرجع بكتبها للكلمة الصحيحة بالفراغ. When my mother is أمي شو عم تعمل؟ طلعوا على الصورة شو عم تعمل ماما؟ listening ولا cleaning the table؟ شو عم تعمل للطاولة؟ عم تستمع للطاولة ولا عم تنظفها؟ To my father is فراغ أبوك، ماذا يفعل الأب للكتاب؟ reading يقرأ ولا sitting يرتب؟ 3 I am فراغ the flowers، شو عم بعمل أنا للزهور؟ watering أسقي ولا making أصنع؟ 4 my grandma جدتي is فراغ water، شو عم تعمل جدتي بالمي؟
washing تغسل ولا drinking تشرب، طلعوا حسب الصورة. exercise 6 write then match، كمان هون بدي اكتب وبدي اعمل وصل حسب الكلمة. مثلا انه في عندي شو اول كلمة، مثلا شو بيخطر لكم، تاني كلمة، تالت كلمة، انه عندي جوز وعندي سلطة وعندي براد وعندي شو عندي؟